المعطيات الجديدة سنتحدث بها مع محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار. أهلا وسهلا بك سركيس. أهلا، صباح الخير. عندما نتحدث إذن عن تطور العملات الأجنبية وطبعا تصريحات الفيدرالي، نتحدث يعني عن ارتدادات كثيرة لا سيما الأزمة الأوكرانية، كيف يتعاطى معها الدولار خاصة مع يعني التطورات السريعة لنقل عالميا؟ بالفعل شهدنا تحركات ملموسة في أسواق العملات بل في الأسواق المالية العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولاحظنا توجه العديد من المتداولين لطلب الملاذات الآمنة، والتي كان منها الذهب الذي سجل مكاسب بنحو 2% على مدى الأسبوع. بالعودة إلى تحركات الدولار الأمريكي، سوف نلاحظ بأن الدولار ارتفع مقابل سلة من العملات، وهنا أقصد الدولار الأمريكي كمؤشر، إذ أن الدولار ارتفع بنحو 23 نقطة مئوية في المئة أمام اليورو، حيث أن المتداولين قاموا بالتخلي عن اليورو، كما نعلم لقرب منطقة اليورو من منطقة الأزمات والتوترات السياسية في شرق أوروبا، وتوجه إلى عملات أخرى شملت الدولار الأمريكي، مما دفع الدولار للارتفاع مقابل اليورو الذي تداول عند دولار و13 سنت لليورو الواحد مقابل كل دولار أمريكي. لكن يعني نستطيع أن نقول سركيس يعني أنه الدولار استفاد من الضغط المحتم على اليورو بسبب الأوضاع التي تعيشها أوروبا، يعني هل اليورو هو أكثر تأثيرا بشكل سلبي أو تأثرا؟ بالضبط، هذه واحدة من الأسباب المهمة التي أثرت سلبا على اليورو إن كنا نتحدث عن التوترات الجيوسياسية. لكن أيضا هنالك موضوع مهم، وهو فرق توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقارنة في البنك المركزي الأوروبي. فأستطيع أن أشير بأن احتمالات رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ضعيفة جدا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما في الفيدرالي الأمريكي فمن المتوقع جدا أن يبدأ برفع الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، وهذا ما يبقي أيضا على الضغط مقابل اليورو عكس الجنيه الاسترليني على سبيل المثال، حيث أن الاسترليني انخفض بالفعل مقابل الدولار يوم الجمعة، لكن على مدى الأسبوع الماضي ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنحو 20 نقطة أساس مئوية، وهذا يدل بأن هنالك تذبذب ملموس في أسواق العملات، تدل على أن هنالك حالة من التوتر الكبير جراء التوترات الجيوسياسية في شرق آسيا بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا يتوجه المتداولون لحساب توقعات فروقات أسعار الفائدة، الجنيه يرتفع مقابل اليورو، الدولار يرتفع مقابل اليورو بفعل فروقات الفائدة، الين الياباني أيضا ارتفع مقابل عديد من العملات، لكن هذا بسبب طلبات الملاذ الآمن. فالتوترات إن كانت جيوسياسية فروقات أسعار فائدة تؤثر على سائر العملات في الأسواق المالية، والتي أيضا تؤثر إن كان في البورصات الأسهم، في بورصات المعادن الثمينة كالذهب والفضة، وتحديدا أيضا في أسواق الطاقة. نعم، يعني عندما نتحدث اليوم في يعني حسب آخر الأرقام هناك ارتفاع مقابل الين الياباني، كيف هي حركة الدولار أيضا مقابل اليوان الصيني؟ يعني هل نشهد ذات التغيرات؟ يعني كما يعني سبق وذكرت سيكون هناك إعادة تموضع أو يعني ترتيب لمراكز العملات مقابل الدولار صحيح في المرحلة المقبلة مع سعر الفائدة؟ صحيح، بالنسبة لليوان الصيني هناك عدة ظروف تحكم تحركاته، لا يجب أن ننسى أيضا بأن اليوان الصيني بحد ذاته قرب أعلى مستوياته منذ عام 2018 مقابل الدولار الأمريكي، والغريب في الأمر للبعض بأن بنك الشعب الصيني يقوم بتحفيزات اقتصادية، خفض الفائدة ويقوم بضخ سيولة، وعلى العكس تماما على النقيض من ذلك الفيدرالي الأمريكي يقوم بسحب السيولة وقد يرفع الفائدة قريبا لحد من مخاطر التضخم. لكن ما يحصل في اليوان الصيني هو طلب على اليوان الصيني بسبب المخاوف في الأسواق المالية، وتحديدا أيضا هنالك مخاوف بدأت بالتمحور حول قطاع العقار الصيني الذي يرى البعض بأنه مهدد في أن نشهد فيه انخفاضات متتالية كقطاع عقار، وهذا يسبب عمليات جني أرباح في أسواق العائد المرتفع تصب في صالح اليوان الصيني. لكن بشكل عام
اليوان الصيني ضمن نطاقات نوعا ما محدودة رغم أنها مرتفعة مقارنة في الدولار الأمريكي على مدى السنوات الماضية. نعم، يعني اقتربنا بشكل كبير من مارس كما هو متفق أو كما هو معلن أنه سيكون هناك بداية لارتفاع الفائدة. هل فعليا من الممكن أن يتخذ الفيدرالي قيمة 50 نقطة لإحداث هذا التغير والتأثير على التضخم بشكل سريع؟ الآن لو عدنا فقط إلى قبل عدة أيام وتحديدا قبل يوم الأربعاء الماضي لكان احتمال رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس مرتفع جدا والاحتمال فاق 70%. لكن بعد محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي والذي كان أقل تشددا مما ارتأت الأسواق المالية انخفضت احتمالية رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس. على الأرجح سيكون هنالك رفع فائدة خلال الشهر المقبل، لكن مقدار هذا الرفع قد يكون الآن 25 نقطة أساس. يبدو أن العديد من أعضاء الفدرالي الأمريكي أصبحوا الآن يفضلون مراقبة التطورات الاقتصادية والتي أيضا تدخل أزمة روسيا وأوكرانيا فيها. هنالك من المحتمل أن تصبح هناك عقوبات أمريكية على روسيا قد تؤثر على الاقتصاد، بالتالي يبدو أن بعض الأعضاء من الفدرالي الأمريكي أصبحوا يريدون التأني برفع الفائدة، لكن كرفع الفائدة الاحتمالية موجودة ب 25 نقطة أساس خلال الشهر المقبل. نعم، ماذا يعني سريعا سركيس عن منطقة الشرق الأوسط؟ الليرة التركية بشكل أساسي كونها يعني متأثرة وتتذبذب وتعيش يمكن حالة من الاضطراب. بالفعل شهدنا الليرة التركية في مستويات منخفضة جدا، لكن لو قارنا الأسعار الحالية بأدنى مستوياتها تاريخيا يبدو بأن الليرة التركية استطاعت استجماع بعضا من قوتها. الليرة التركية تنخفض الآن بشكل تدريجي، والتركيز الأكبر بالنسبة للليرة التركية هو التضخم المرتفع جدا في تركيا والذي فاق 40%، إلى جانب معدلات البطالة التي تفوق 11%. ارتفاع البطالة مع ارتفاع التضخم هو ظرف اقتصادي يجب أن تتم معالجته، لكن البنك المركزي التركي حتى هذه اللحظة لم يقم بإجراءات لإيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع، بالتالي تبقى الليرة التركية، أنا أتكلم اقتصاديا، ضمن بعض الاتجاهات الهابطة، لكن هذه الاتجاهات الهابطة أصبحت أقل مما عهدنا سابقا، وذلك بفعل التحفيز الذي قدمته الحكومة لدعم الليرة التركية. سركيس نزار محلل أول أسواق مالية من إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.